سؤال لطيف، سائلة تقول: المؤتمن على الصدقات وغيرها يكون خارج البيت، زوجها مؤتمن على صدقات، فيأتي محصل الكهرباء أو الغاز فتدفع له الزوجة من الصدقات وتكتب ورقة بالمبلغ الذي أخذته لحين عودة الزوج فيسدد، هل يجوز هذا الفعل؟ الجواب عن هذا: الأصل في الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. تأمل ما هي حقيقة الإيداع: توكيل في حفظ المال على أن تسلمه بذاته إلى أصحابه. أنا إذا وضعت عندك مبلغ من المال، يبقى المبلغ ده تحطه جوا ظرف أو دخل حرز وتغلق عليه ولا تنفقه في شؤونك إلى أن يأتي وقت طلبه منك، سواء من خلال من أودعه أو من خلال وكيله، فترده إليه بعينه. يبقى الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه، ويد المودع يد أمانة، ومن أجل هذا لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. لو أحد أودع عندي مال فحافظت عليه ولم أقترب منه، فضاع هذا المال أو تلف أو احترق أو سرق، أنا لست مسؤولا عنه، أنا أسأل بقدر تفريطي في حفظه أو تعدي في استعماله. أما إذا لم أفرط ولم أتعدى فإن مصيبة الهلاك تقع على صاحب المال ولا تقع على المودع، إلا إذا تصرف في المال، إذا مد يده إلى المال. شوف التعبير الفقهي الجميل: تحولت يده من يد أمانة إلى يد غصب، بدلا من أن كان مؤتمنا أصبح غاصبا، لأن هذا المال بيده، ما كان له أن ينفقه في شؤونه، ما كان له أن يقترب منه، أما وقد فعل أصبحت يده يد غاصب، وأصبح ضامنا لهذا المال في جميع الأحوال، إذا تلف فرط أم لم يفرط، تعدى أم لم يتعدى. الخلاصة أن هذا التصرف لا يجوز، ولا ينبغي لصاحب المال المودع عنده المال، لا ينبغي لمن أودع عنده شيء من المال أن يتصرف فيه أو أن يستنفقه في خاصة نفسه أو أن يقترضه لكي يرد بدله. هذا هو الأصل، تلك هي القاعدة، وتبقى لحالات الضرورة الشديدة حكمها، لكن هنا نتكلم عن الأصل. الأصل أن هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يمكن زوجته من أن تمتد يدها إلى هذا المال في غيبته، وينبغي أن يرتب أموره وأن يدبر شؤونه وأحواله، وأن يترك مالا في البيت إذا جاء المحصل أو الكهربائي أو من يتقاضى المال، وفي مال موجود يمكن أن يقدم لي هذا المال. ويبقى كما قلنا للضرورات اعتبارها وأحكامها على أن تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها.